الى بنيما كذا. هذاك سيدي سير من هنا، حنا غاديين من هنا على بركه الله. هذا الدور القديم هنا، يمكن تبعو هاد الطريق هادي. الله يعاونك، الله يجيب لك التيسير. دكتور عدنان بن عزوز. نحن الآن في بني مكادة. سولت واحد السيد كيسقي، ربما راكم شفتو قبل هاد اللحظة الصورة ديالو. قال لي راك في ميما كادس، قال لي السوق جا على الشمال. سلام على الخضرة من مشيتي في طنجة. فريق ديال الكرة هنا سميتو رجاء بني مكادة، حي بني مكادة، كيلعب بدور طلائعية، لكن ما كتيسرش الأمور باش يصعد للقسم الوطني الثاني دلوقت. شوفوا السوق إن شاء الله بحول الله ديال بني مكادة. مواد صيدلية من علاه، أحياءه شبيهة بأحياء القصر الكبير. كوماندس نوطو، شوف على المدرج. شوفوا العقاب هنايا ما شاء الله. شوف هذه عتاني ما شاء الله. صيدلية الصحة، هذا سميه شحال زوين. الله يعطينا يعطيكم الصحة. ميزون وو، سميتو ميزون وو. ريستورون أضحى مرضية، لكن كاتبين قريبا. هادشي البصرة، شارع طارق بن زياد. خبزة وحلويات، شوف تبارك الله الناس خدامين. هنا كاينة الزيانة بالنور، كاينة طبيبة ديال الأطفال. هذا أوسع حي تقريبا بني مكادة. العداد ديال الضوء الخضر 14 13 12 وزيد مولاي أحمد قبل ما يولي زيرو. تولي قضية حامضة وحمراء. عفا في ابن مكادة خوتي. الله الله الله، شو هادي عاوتاني، وجباد حتى السوق. هاد العقبة كلها ودايرين للضودان، شكون اللي غيجري هنايا الا شي واحد حمق. شارع ابو الريحان الباروني، عمري سمعت بهاد السمية هادي. شتي واحد الحوتيرة شنو كيدير ما عندك شي فرانة تسك، هجم راسك.
شويه الشوارع بني هكذا الشوارع شويه مضغولي خصهم الصيانه. شوله طلع شوله طلع شوله عقبه مسجد للنساء ما شاء الله. شارع عمر المختار جي القاضي عياض باش طلع بحال هاد العقابي ها الاخرى ها اش كيقول لك ارضها كلها عقابي هاد الهبطة شوف كي دايرة صيدلية المحكمة صيدلية المحكمة شوف هاد المنطقة زوينة شوية ها خضر عويناتك ماء والخضرة والوجه الحسن شارع عمر مختار هالنهاية ديالو ها هنا كيبان لك منظر زوين ديال طنجة دار بانورامي عاد خرجت فيه هكا فجأة مدرسة موسى بن نصير سمحوا هاد الشاي والله شارع موسى بن نصير سمحوا هاد الشاي راه كيهلك تحديد هادشي كيهلك السيارات عندنا واحد الجريدة هنا زوينة مستراح كاين البوبيل هنا ولكن الناس كيخليو البوبيل كيخليو قمامة وكيلوحو في الأرض علاش أودي القمامة باقا خاوية علاش 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 أودي علاش هانت قمامة كيكون تقوب القمامة بلاتي نشوف وها المشكل فين غتلوح البيض قمامة بدون قعر للأسف كاين واحد السيد كيسقي هنا ما شاء الله كلهم قمامات بدون قعر ما هذا يا هذا مك لطفي كيتلقاك هذا المنظر الجميل وهذا أجمل هنا قرب السوق دابا وهذا أجمل بكثير أنا سيدي قرب السوق كيبان لك هذا المنظر البانورامي الجميل سخاشي تفرق عينك منه واحد المسجد ما شاء الله كان عرشه على الماء والله على طنجة الله شو طلقها غادا ايوا يلا شش يا صاحبي شش طلقها غادا هو دا مع الحودارة مركب تجاري بني مكادا الشطر الثاني ما شاء الله هاد الجدارية ديالو السوق القرب بني مكادا الشطر الثاني هاديك الثاني الحروف كلهم طايرين منظر من قرب السوق مازال سد بالمقابل كاين واحد الملعب القرب ولكن واش هذا ملعب ضرب ولا شنو هذا فرسوه فرسوه واش كتجري فيه الخيل ولا كيجري فيه بنادم غيقولوا لي اش هذا هاد الحبيبه ها هي